ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، هل ميتة الوزغ إذا سقطت في الحنفية ولا نستطيع إخراجها، هل ميتتها تنجس الماء؟ أفيدنا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح لغيره قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الأصل في الماء الطهورية، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، فإذا كانت ميتة هذا الوزغ في هذا الماء قد أوجبت تغيرا لشيء من أوصافه، فظهر في أوصاف الماء شيء من أوصاف هذه الميتة النجسة من طعم أو لون أو ريح، فلا يجوز الانتفاع بهذا الماء حتى يطهر أو حتى ترفع هذه النجاسة عنه أو أن تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها، فلا يجوز أن نستعمل هذا الماء ما دامت أوصاف النجاسة لا تزال بادية فيه، والله أعلم. السلام عليكم، الله يعطيك العافية شيخ. شيخ، التبرك بالأحجار أو الأشجار أو بشيء ما لم يثبت بركته، متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا اعتقد الإنسان بركة في شيء لم يدل الدليل على وجود البركة فيه فلا يخلو من حالتين: إما أن يعتقده سببا للبركة فقط، ولكن يعتقد أن واضع البركة إنما هو الله عز وجل والخالق للبركة والمنشئ للبركة في هذه العين إنما هو الله، ولكنه يعتقد أن مماسة هذه العين سبب للبركة فقط، فإذا كان اعتقاده في دائرة السببية فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. وأما إذا اعتقد أن ما يتبرك به الآن مما لم يدل عليه دليل أنه هو خالق البركة ومقدرها وواضعها، فهو يفيد بركة نفسه إفادة ذاتية، بمعنى أنه هو واضع البركة في نفسه، فشجرة هي التي وضعت البركة مثلا في نفسها، فإن هذا الاعتقاد شرك أكبر، لأن المتقرر في القواعد أن كل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فشرك أصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته وإن اعتقد أنه الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر، فيكون شركا أصغر إذا كان في دائرة السببية فقط، ويكون شركا أكبر إذا تعدى إلى دائرة التقدير والخلق والإيجاد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا الجليل. سائل يسأل: رجل استأجر محلا وعجز عن دفع الإيجار لمدة شهرين، فهل يجوز أن يعطى له زكاة مال لدفع هذا الإيجار؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، نعم يجوز ذلك يا شيخ محمد إذا كان هذا المحل هو مصدر رزقه الوحيد، فإذا لم يستطع سداد أجرته فليعينه إخوانه من الأغنياء بزكواتهم حتى يسدوا عنه هذا العجز، لأنه إن انقطع رزقه من هذا المحل فسيتضرر هو وأسرته، فلا بأس أن يعطى من الزكاة لأنه غارم، والغارم من جملة أصناف الزكاة، وفقك الله، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم: رجل عنده دكان مؤجر في مدينة تبعد عن مقر سكنه أكثر من 100 كيلو، وهو يذهب إليه للعمل كل يوم ويرجع في المساء إلى بيته الذي يسكن فيه، يقول: إذا كان متواجدا في هذا المكان وقت الظهر والعصر فهل له أن يترخص برخص السفر من جمع وقصر ويعتبر مسافرا، أم هل هذا مكان يعتبر إقامة ثانية له، فإذا وصل إليه فإنه تنقطع عنه أحكام السفر؟ أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن المسافر متى ما دخل في مسمى السفر فإن له أن يترخص برخصه حتى يتحقق فيه وصفان: أن يرجع إلى بلده التي سافر منها والتي هي أصل مقامه،
أو ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه، فمتى ما توفر في من ثبت حكمه، فمتى ما ثبت شيء من ذلك في من سافر فإنه ينقطع عنه حكم سفره. وبناء على ذلك، فإذا كنتم في عرفكم تعتبرون من قطع هذه المسافة أي من بلد الإقامة إلى بلد الدكان أنه يعتبر مسافرا، فإن له أن يترخص برخص السفر حتى وإن كان هذا هو شأنه كل يوم. فمسافة السفر مردها إلى الأعراف، فما عده الناس سفرا في عرفهم فهو السفر الذي تترتب عليه أحكام الشرع، وما لا فلا. فإذا كنتم تعتبرون هذه المسافة من بلد إقامته إلى بلد دكانه من قطعها يعتبر مسافرا، فله أن يصلي ركعتين والرباعية، فله أن يصلي الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الظهرين أو العشاءين. وأما إذا كنتم لا تعتبرون الذهاب من محل إقامته إلى بلد دكانه سفرا في عرفكم فإنها ليست بسفر، فلا تترتب عليها أحكام السفر، والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، امرأة تسأل عن حكم دفعها لكفارة الإطعام عن الصوم، وذلك بسبب عجزها، تقول ستعطيها إحدى بناتها الفقيرة التي تسكن معها، فهل هذا يصح؟ وجزئية أخرى، لو كانت هذه البنت لا تسكن معها، تسكن في بيت آخر، فهل يصح أيضا أن تدفع لها زكاة كفارة اليمين أو كفارة الإطعام كفارة الفطر في رمضان؟ هل يجوز لها دفع ذلك لابنتها سواء كانت تسكن معها أو لا تسكن معها؟ وما هي الضابط، وما هو الضابط أو القاعدة في التفريق بين مسألة جواز دفع الزكاة والصدقات والكفارات بمختلف أنواعها للأقارب كالأصول والفروع وغيرهم من عدمه؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر في القواعد أن كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تعطيه لا زكاة مالك ولا زكاة فطرك ولا إطعام كفارتك. فالضابط في ذلك وفقك الله يا يزيد هو من تجب عليه النفقة ومن لا تجب عليه النفقة. فالوالد مثلا لا يجوز أن يعطي ولده من زكاة ماله ولا من زكاة فطره ولا أن يعطيه من إطعام كفارته. لماذا؟ لأن نفقة الإبن على والده واجبة. ولكن يجوز للأخ أن يعطي أخته أو أخاه من زكاة ماله ومن زكاة فطره ومن إطعام كفارته. لماذا؟ لأن نفقة الأخ على أخيه ليست بواجبة. ويجوز للإنسان أن يعطي عمه أو خاله من زكاة ماله ومن زكاة فطره ومن إطعام كفارته، لأن العم والخال ليسوا من جملة من تلزمك نفقتهم. ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها أو من زكاة فطرها أو من إطعام كفارتها، لأنه ليس من جملة من يجب عليها أن تنفق عليهم. فإذا أردت أن تعطي أحدا من زكاة مالك أو من زكاة فطرك أو من إطعام كفارة يمينك أو كفارة ظهارك أو جماعك في نهار رمضان، فاسأل أولا هل يجب علي أن أنفق عليه؟ فإن كان الجواب نعم فلا يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه المصارف الثلاثة. وإذا كان الجواب لا فيجوز لك حينئذ أن تعطيه من زكاة الفطر ومن إطعام الكفارة ومن زكاة المال. فالضابط هو لزوم النفقة من عدمها، والله أعلم.